بدايتي مع النادي الاهلي الحمد لله كانت سنه 85، وعلى ما اعتقد اكيد ان شاء الله من شهر 10 او 11 85، ومن ثاني شهر ابتديت اشارك مع فريق العاب القوى على مستوى الفرق، مرورا ب 86 87 حتى 92 تم اعتزالي 92 الحمد لله. وعلاقتي بالنادي طبعا علاقه وطيده قبل ما امثل النادي، حتى قبل ما انضم ليك. انا طبعا بالطبع اهلاوي، و يعني اكيد طبعا بعشق النادي بتاعي على جميع القطاعات والمستويات والانشطه. الحمد لله في خلال الست سنوات اللي مثلت فيهم النادي الحمد لله حصلت على بطولات جمهوريه على المستوى الفردي طبعا اول وثاني وثالث ممثلا للنادي الاهلي، والحمد لله مثلت منتخب مصر سنتين، ولعبت بطولة عربية، شاركت في عدة تجارب، مثلت النادي الأهلي في سنة 88 في ألمانيا في 5 بطولات لقاءات ودية، والحمد لله برضو حصلت على المركز الأول في معظمهم. وحتى تاريخه الحمد لله مثلت النادي كمدرب مشرف على فريق ألعاب القوى من عام 97، والحمد لله حاليا من سنة 2014 حتى تاريخه الحمد لله مدير جهاز ألعاب القوى، والحمد لله نجحت من نجاح إلى نجاح الحمد لله. الحمد لله هو ذكرياتي مع النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي، لو خصينا بالذكر احنا في الثمانينيات كان نشاط ألعاب القوى في استاد تيتش، والحمد لله كانت علاقة بيننا وبين جميع الألعاب، كانت علاقة وطيدة يعني بيننا وبين الباسكت والطايرة والهاند بول وكرة القدم. وطبعا يعني بعض الأسماء مثلا على رأسهم كابتن شوبير، كابتن ربيع ياسين، كابتن محمود صالح، كابتن أسامة عرابي، يعني أنا جيل التسعينيات يعني عاصرته، هم بيلعبوا لسه بيتمرنوا في الملعب هنا، كنا احنا بنتمرن في نفس التراك. وهي ذكريات طيبه الحمد لله على مستوى الصداقه والاخوه، احنا يعني عارفين بعض في جميع الالعاب الجماعيه والفرديه، في ود متواصل ومعرفه طيبه بيننا وبين جميع اللاعبين الحمد لله. يعني من سنه يعني من سنه تمثيلي كلاعب حتى مدربا كرئيس جهاز الحمد لله ما فيش بطوله ما خدناهاش. لو عدينا مثلا معدل على مستوى اللاعب والمدرب اكتر من 200-300 بطوله، يعني لان احنا بنلعب 16 18 20 درجه الاولى بنين وبنات ورجال وسيدات، لو قلنا 8 مراحل سنيه في 4 بطولات في السنه، يعني 12 في السنين دي كلها، يعني مثلا سي 12 في 30 هيطلع 360 بطوله، والحمد لله الحمد لله كلهم في خزينه النادي الاهلي. والله رساله جميله النادي الاهلي ما تقلقوش، طول ما النادي الاهلي بيعمل بجد و بدعم مجالس اداراته واجهزته الفنيه ولاعبته ومحبيه وجماهيره، وعمره دايما هيبقى في القمه ان شاء الله تعالى. شكرا ليكي جدا جدا، وكل سنه وانتم طيبين.